هنروح لأسطورة أهلاوية جديدة النهاردة. معانا نجم كبير هو الكابتن أحمد شوبير. أحمد شوبير عيد ميلاده النهاردة، عيد ميلاده 60، مش عايزين نكبره قوي، لكن امبارح طبعا كابتن أحمد شوبير كان بيحتفل بعيد ميلاده، طبعا حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، مشوار حافل من الإنجازات على المستوى المحلي والدولي، واحد من أبرز الحراس على مستوى مصر وأفريقيا. فبنقول له كل سنه وهو طيب. انا على المستوى الشخصي كابتن شوبير كل سنه وانت طيب، زميل ملاعب واخ عزيز، واستفدنا منك من خلال الملعب، ونقول لك كل سنه وانت طيب، عيد سعيد وعيد ميلاد سعيد، وان شاء الله دايما في تالق الكابتن، طبعا الكابتن الكبير كابتن احمد شوبير. احمد شوبير لما حضرين له تقرير بنقول له فيه يعني كل سنه وهو طيب، وايضا بنسلط الضوء على اللحظات المضيئه في حياته. خلينا نشوف الأسطورة الأهلاوية اللي معانا النهارده، وبعد الفاصل فقرة مميزة مع الناقد الرياضي عمر البنوبي، وأول فقرة وكابتن هاني رمزي. واحد من أبرز الحراس على مر تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، وحامي عرين القلعة الحمراء في واحد من عصورها الذهبية، وعلى مدار عدة أجيال عبر سنوات طويلة حصد خلالها الكثير من الألقاب، وقاد المارد الأحمر لمنصات التتويج المحلية والقارية. إنه حارس القلعة الحمراء المبدع ومنتخب مصر السابق وأيوب الكرة المصرية أحمد شوبير. ولد أحمد عبد العزيز شوبير في 28 من شهر سبتمبر عام 1960 بمحافظة الغربية، حيث كانت خطواته الأولى مع كرة القدم بشكل احترافي في صفوف نادي العاصمة طنطا، ومنه انتقل إلى النادي الأهلي ليخط أهم وأكبر الإنجازات في مسيرته. ويعرف أحمد شوبير بأنه رياضي متعدد المواهب والإمكانيات والمناصب، فقد كان حارس مرمى لا يشق له غبار، وبعد الاعتزال اتجه للعمل الإداري وتولى منصب نائب رئيس اتحاد الكرة، كما كان عضوا في مجلس الشعب عن مدينة طنطا، ومعلقا رياضيا بارعا صاحب أسلوب شيق، ومقدم برامج رياضية وإعلامي متميز في العديد من المحطات والشبكات التلفزيونية والإذاعية. بداية رحلة المجد بقميص المارد الأحمر كانت عام 1977، وعمره حين ذاك 17 سنة فقط، حيث انضم للنادي الأهلي قادما من طنطا، ولعب أولى مبارياته الرسمية مع الفريق الأول عام 1984، وحافظ شوبير على نظافة شباكه في أول ثمان مباريات رسمية له. يعتبر الموسم الأخير له عام 1996-1997 هو الأشهر له طوال مشواره مع الفريق، حيث جمع الأهلي بين بطولتي الدوري والكأس والبطولة العربية. كما يحتفظ شوبير برقم قياسي في حراسة مرمى الأهلي على مدار 9 سنوات متتالية، بالإضافة إلى أنه الحارس الوحيد الذي نجح خلال 13 عاما في الحفاظ على سجله خالي من الهزيمة خلال مباريات الكأس التي شارك فيها. وخلال مشواره مع الأهلي ساهم شوبير في فوز الفريق بعدد كبير من البطولات، بلغ 25 بطولة محلية وإفريقية وعربية بواقع 8 بطولات دوري عام ومثلها في كأس مصر، و6 بطولات إفريقية والبطولة العربية مرتين والبطولة الأفرو أسيوية. ومع المنتخب الوطني الأول كان حامي عرينه الصلب في الكثير من البطولات، وشارك مع الفراعنة في نهائية كأس العالم عام 1990 بإيطاليا، واختير ثالث أفضل حارس في المونديال. وبشكل عام خاض شوبير 103 مباراة دولية مع المنتخب، وشارك في 4 بطولات كأس أمم إفريقية أعوام 86-88-92 و94، وكان قائد مصر لسنوات طويلة، وكان أفضل حارس إفريقي عام 1990. وفي عام 1998 جاء قراره باعتزال الساحرة المستديرة بعد 27 عاما في الملاعب، وجاءت مباراة الرحيل الأخيرة أمام بلدية المحلة وظهر فيها شوبير باكيا. وبعدها اتجه الحارس الأسطوري للتعليق على مباريات كرة القدم، وبعدها دخل مجال الإعلام الرياضي في العديد من القنوات، ثم انتخب نائبا لرئيس اتحاد الكرة وعضوا بالبرلمان. أما سر أيوب الكرة المصرية فناله بعد أن ظل في الأهلي لأكثر من 7 سنوات الحارس الثالث للفريق،
وشق طريقه بالصبر والاجتهاد والإصرار والعزيمة ليكون الحارس الأول، رافضاً الرحيل عن نادي القرن أو التخلي عن الفانيلة الحمراء التي يعشقها. وهو صاحب المقولة الشهيرة: عقدي مع النادي الأهلي أبدي. وأخيراً، فقد شهدت الكرة المصرية خلال تواجد أحمد شوبير كمسؤول في اتحاد الكرة العديد من الإنجازات اللافتة، في مقدمتها الحصول على 3 ألقاب أمم إفريقيا 2006 2008 و2010 والتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.